تصر له. هناك تمدد حقيقة يعني للإطار أوصل إلى أن هناك نقمة موجودة للشارع العراقي بشكل كبير. أولا عدم محاسبة الفاسدين، وهذه حقيقة ستكون ارتداداتها عكسية بشكل كبير، بل رأينا حماية الفاسدين. طيب. اثنين نرى أن الواجهات الحقيقية أصبحت هو تصدير الفاشينستات والبلوغرات وغيرها من صناع المحتوى الهابط من خلال توفير لهم منصات وحماية وجوازات دبلوماسية لامتداح الحكومة، وهذا لا يعد وجها ديمقراطيا بل أساء للعراقيين والعراقيون ناقمون، وهذا ستتحمله حكومة الإطار.